هيردريسر. اها حلاق. وقلت جايب لي انجليزي زعما مسيفيليزي ها ضروري حلاق ومسيفيليزي ومازال من كازا. اسمعني من كازا ضروري اذا بغيتي تدخل الكونت ديالي غتشوف. اوكي يلا قول لي المستوى الدراسي ديالك شنو هو؟ يلا دفعت باك ليبر دابا غندوز حيت كتخرج بكري. خرجت بكري خرجتي على كرك شحال هادي انت يلا قول لي شنو بغيتي في اللايف؟ بغيت مسابقة. مسابقة فيها 5000 درهم 8000 اسئلة انا جاوب دغيا. يا في اي دولة قتل الحسين رضي الله عنه؟ الله ما عرفش واش رضى الله عنه هو ولا لا. العراق سوريا العراق سوريا فلسطين المملكة السعودية. المملكة السعودية. انت من المبشرين بالجنة ابط قول اسم النقوم صاحبي حسين بشوين سعدوا في مرة السوق ارجع ارجع بحت الهدوجة تنام غضية كل الماس يشامي خلع بي هاني لي سمعكم اخو اش كاين بادر دير اخو شي ديروا شكاز ديروا شكم وهضروا معايا الله يخليكم ديروا شكم يا حنا تفضلوا راه ما تسناك شي وجه اش كاين بادر دير وجه اسير هو دارينك 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 لا نفوك اجي تاخذ واحد شي هاد الباروك اش الباروك ديال سيدي سليمان الله ينعز الزم البوك لقع بهذا سماكم السلام عليكم المدينه ديالك اخويا السين ديالك الحياه ديالك التصيله ديالك الفصيله ديالك سيمو من مونغيال سيمو من مونغيال اش بلاصه في مونغيال الشارع ديالك الشيخ بوكاس كنهضر شويه بشحال دابا باش تمشي لكندا؟ واحد 6 شهور 6 شهور يلا ورينا هذيك مونغيال من الشرجم كبرت الصعيب على الاقل بعدا قرب المدينه ماشي مشكل يلا ورينا شنو قلتي؟ اش كتقراو؟ بيزنس شحال من واحد نتوما في الدار؟ حنا دابا مريحين جا عندنا الدراري حنا شي اربعه اوكي يلا قول لي بغيتي تشاركوا كاملين في المسابقه ولا تشارك غير بوحدك؟ بغينا مسابقه كامله تسكت نشارك بوحدي تشارك غير بوحدك اوكي يلا دير وجهك يلا جلس الارض ودير وجهك راه ما كتبانش مزيان خصني نشعل الضوء جلس الارض انا جلس الارض شنو هو المستوى الدراسي ديالك في المغرب؟ شديت الباك وجيت ديتي الباك وجيتي وعلاش خرجتي من المغرب نتا علاش؟ مشيت للشينوا في الاول عاد الشينوا جيت علاش خرجتي من البلاد علاش خرجتي؟ باش نقرا كيفاش لقيتي الحياة ديالك ملي خرجتي من البلاد؟ واش انسان ولا حمار؟ لا انسان لا انسان اوكي يلا قول لي بغيتي تشارك مسابقة؟ اييه يلا جاوبت من هذا السؤال جاوب مرحبا شحال مالك أتجاوبت من هذه الأسئلة أتربح معايا 5000 دولار أمريكانية هي 700 دولار كندية 5000 عاودة 500 دولار 5000 ولا 500 500 دولار صافي سير ما هي اللغة الأكثر تداولا في العالم الهندية الماندرينية الإنجليزية العربية الإنجليزية غنى
غنش طبون امكم اولاد القحاب غنحوي الزام لبكم اولاد القحاب ولا معاود صحتك العرس ديري انا غادي نعرف بالسعيري يا شوبي تحتيني يا ديلي تستنيني صحتك العرس ديري انا غادي نعرف بالسعيري يا حمود السلام عليكم المدينه ديالك اخويا السين ديالك الحياه ديالك التصيله ديالك الفصيله ديالك الاسم ديالي اشرف مدينه ايطاليا بلد ايطاليا مدينه اوسطا قريب هذيك المدينه ديالك فين قريب لتورينو تورينو اوكي شحال دابا عايش تما 3 سنين 3 سنين اشنو كيفاش مشيتي نتا ايطاليا مشيت للدنمارك هي الاولى شحال عشت في الدنمارك ما عشتش فيها بزاف عشت فيها 18 يوم كانت مسابقه ديال البوكس ودرت لهم السالوتي وجيت خرج انت هربتي للجامعه الملكيه الجامعه الملكيه دابا انت دابا انت من الناس اللي وانتيد لا الملاكمه هنا يا انت باش ما تقولش راه طالق عليك بلاتي نهضر معاك دابا انت يا الا ما تقدرش تدخل المغرب الجامعه الملكيه هربتي اليوم من طعم من الدنمارك من الدنمارك هربتي اليوم واش العام هذا فاش هربتي في 2017 كنتي جيتي باش دير الكومبيتيسيون ولا داك الشيء في الدنمارك جيت مسابقه جيت باش ندوز باش نلعب ماشي اييه وهربتي ماشي هربت هربت وماشي هربت جا عندي واحد لونترينور قال لي تبقى معانا قلت له مرحبا نبقى معاكم كاين فيلاندا هو صافي ومن بعد وانا ما سلكنيش داكشي وناش دابا بغيت نقول لك شحال كانوا كيخلصوك هما الا كنتي لعبتي شي ماتش النهار في المغرب في المغرب 300 درهم 300 درهم كتهرس راسك مع شي ولد قحبه وكتجيبها في كرب كاع ديك 300 درهم هذه الجامعه الملكيه ديال البلاد الجامعه الملكيه المغربيه 300 درهم كومبا وتشتت لك زكوك وخطيت 300 درهم وهربتي عرفتي من ديك الولاد القحاب الله يجعل البركه الرئيس ديال الجامعه الملكيه وهذوك ولاد القحاب اللي شادين الرئيس ديال الخلاوي رئيس ديال كيصيفطوا الاولاد ديالهم يقراو على في امريكان وكندا وكيشريو الطوموبيلات والفيلات وكيشفروا البلاد ونعاود لك واحد خليوك انت الدابس وعطوك 300 درهم ولاد القحاب نعاود لك واحد البلان اريض كنت غادي نمشي للانجليز انس فهمتي انس قلت لك رضا باشا اسمع نقول لك واحد العود لك واحد البلانه بادر اي زيد كنت غنمشي للانجليز ولد الرئيس صيفط ولده كان عندي الوزن بحال ولده كان كيتريني معنا كان بحال خوشي رئيس ديال الجامعه رئيس ديال الجامعه كان عندي نفس رئيس الجامعه الملكيه اللي كتهضر عليه رئيس الجامعه الملكيه ولده كان كيتريني معنا كان عندي نفس الوزن ديالو انا وياه ولا مصيفط ولده هو يوم خليني حيت كل وزن كتمشي كيمشي منه واحد الوزن كيمشي هو صافي من تما جات من وراها ولده ما دار والو من وراها جات من وراها الدنمارك قلت لها بقيت جيت رجعت عندك راني ماشي راجل انا ولد القحابه صاحبي شتي دابا مشكله هادو ولاد القحاب اللي شافرين البلاد كنهضروا عليهم كيقول لك انت انفصالي حنا راه الصحراء مغربيه ودمنا راه فيه المغرب شوف كيقول لك لا انت انفصالي كتسب البلاد والقلاوي وراه حنا بغينا البلاد نشوفوها لقدام والله تشوف انا معاك صاحبي امك صاحبتي ولا زبي انا معاك في هذه القضيه في هذه انا راه كنبقى في الحاله انا كنت كنمشي للمغرب 6 مرات في العام انا ما بقيتش كنمشي كاع نمشيو نتقاودوا معقوله شوف انا قلت للدراري انا غنحبس اللايفات علاش قلت لهم انا نحبس هاد اللايفات ما عندي ما ندير بعدا هاد السبان وهاد القلاوي كاع تقال في الشيف كري كاع وجاو الناس قالوا لا ما تحبسش اخويا علاش تحبس؟ بزاف ديال الناس قالوا لي ما تحبس وانا غادي نمشي هنايا وانت الوحيد شي وحدين جاو قالوا لي بادر علاش بغيتي تحبس اللايف بغيتي تسامح مع الملك باش يخليك تدخل البلاد واش حنا اللي خلينا الاسره الخراويه تدخل البلاد باش انا نمشي نطلب منهم ندخل البلاد راه هما اللي خصهم يخرجوا من البلاد معقول راه حنا هما السكان الاصليين وانت شوف ودابا قول لي شكون هو هذا اللي غيكون زعيم بحالك وغيهضر بحال هكا واش شوف غنقول لك واحد الحاجه حنا ما كنخافوا من غير الله
ما كنخافو من حتى شي واحد. انا بغيت نقول لك غير دابا نتايا شوف نتايا مشيتي كدير البوكسين مشيتي للدنمارك وهربتي من الجامعه الملكيه حيت لقيتيهم كيعطوك 300 درهم في ماتش 300 درهم عباد الله غادي نربح هو سير الوزير ولا رئيس الجامعه الملكيه كياخذ الملايير وعايش في الرفاهيه وعايش في الفيلات وعايش في الطوموبيلات ديالو ولادو كيقراو في امريكان كيقراو في كندا وكيعطوك 300 درهم انت تهرس كرك وملي كتجيبها في كرك حتى واحد ما كيعقلعش عليك عندي واحد ما كتجيب الوقت عندي واحد النهار شنو عطاوني ريد اه يا بدر عطاوني واحد النهار عطاوني بدر واحد النهار عطاوني عصير كيفاش عصير واحد النهار ربحت ويعطوني عصير هاك عصير ودانون الله يوقف عليك تيرو هاد القحاب وملي كتجي تهضر مع هاد العياش هاد ولاد القحاب كيقول لك انت انفصالي انت كتسب البلاد انت انا مزيان عايش وانت اللي قال هادشي واش اللي قال هادشي ولي انت اش درتي اش عطاتك البلاد ترى لا لا اله الا الله لا اله الا الله بهاد بوسبي لا اله الا الله لا اله الا الله صبر صبر اخويا حياتي لك شكرا بزاف الله يحفظك لي اخويا وما كاين لا مسابقه لا والو نصدقوا على شي وحدين خليها المره اخرى خليها المره اخرى يلا سير مرحبا سير الله لي براسك الدراري غادي نعاود واحد اللايك ما تنساوش تبارطاجي